شعورك بعد تحرير بلد سلمى؟ شعور يعني اكيد اكيد انه من كل قلبي انا فرحان، وانا ببوس ايد كل الجيش، كل عنصر من الجيش العربي السوري، ما ببوس ايده، ببوس اجره كمان، لانه هو من اجره ما وصلنا لهون. وبتمنى اسعى قبيل حلب وحمص ودمشق وكل انحاء سوريا، ان شاء الله كل شبر من ارض سوريا بتطهر من كل رجس واحد خاين لهالبلد، لانه ما له خير البلد، ما له خير لاي منطقه في العالم. ونحن اليوم تلقينا هذا الخبر العظيم، هذا النبأ الجميل على قلوب كل شعب سوريا من المشرق إلى المغرب، ونحن اليوم نقول ألف مبروك لسوريا ولشعب سوريا ومحافظة اللاذقية بشكل خاص. نحن ارتحنا، الكل ارتاح، الشعب ارتاح، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بهمة الجيش، بهمة هالشعب والجيش اللي قاوم واللي صمد. ونحن منحيي الدكتور الرئيس بشار، الحمد لله رب العالمين. منحيي الجيش لأنه كانوا كثير يقولوا انه سلمى كانت صعبه، بس انه تحررت ومش لحاله، هي اكبر بطوله للجيش. تعرف شعور بالفخر بتحرير سلمى، وشعور بالامان بعد تحرير الجيش، والله ينصر الجيش وينصر كل الشعب. اكيد بالفخر وانتصار الجيش وانتصار سوريا اكيد، ورح ننتصر ان شاء الله. انتصار للشعب السوري لسياده الرئيس بشار الاسد، وإن شاء الله ما بيضل عنا ولا واحد إرهابي بكل سوريا، وإن شاء الله النصر. الحمد لله جيشنا بتقوى الوضع فيه، ورئيسنا بتقوى الوضع فيه، ولاني خايفين من حدا. وسلمى كانت عم منبر الإرهاب مثل ما بيقولوا، شهيد واحد ما راح فيها، شهيد واحد ما راح في سلمى مطلقا. والجيش خلال ساعتين كان نهية لسلمى. هلا في أحسن من هيك شعور بقى؟ يعني انبسطنا كثير عقبال ما تحرر كل الاراضي السوريه. شو شعورك بتحرير بلد سلمى؟ الله يخلي لنا جيش، والله يحمي وينصرنا على كل المسلحين. صرنا زمان ناطرين الخبر، اخذناه بفرح وسرور وانتصار لهالبلد ولقائد هالبلد، وان شاء الله كل عام وانتم بخير للجيش وللمقاتلين كلها. يعني انبسطنا كثير، يعني كنا ناطرين لحتى تتحرر، وهيك يعني احسن بعد ما تحرر. شو بتحب تقول للجيش العربي السوري؟ شكرا.